أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: في السنوات القليلة الماضية، نعم، يقول: في السنوات القليلة الماضية وعندما يأتي رمضان يكثر الحديث حول موعد ليلة القدر، وأن فلانا وفلانا قد رأوا أنها في الليلة الفلانية، فهل يزيد الإنسان اجتهاده في تلك الليلة بناء على هذه الرؤى؟ ليلة القدر خفية لا يعلمها إلا الله، ولله حكمة في إخفائها من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر، فإذا اجتهد في كل الشهر وقام رمضان كله فقد أدرك ليلة القدر، وأدرك زيادة عليها قيام ليالي رمضان. قد قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر لم تتحدد، ولكنها في العشر الأواخر آكد تحريا، والعلماء اختلفوا في تحريها في العشر الأواخر، بعضهم يقول ليلة 21، بعضهم يقول ليلة 23، وبعضهم يقول ليلة 27. هذه تحريات، وأما القطع والجزم فلا يجزم، الله أعلم، يمكنها أول ليلة من رمضان ما تدري، أو آخر ليلة، أو وسط رمضان، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.